كيف تتصرف إذا خالطت شخصاً مصاباً بفيروس كورونا؟ يحتمل أن تكون قد أصبت بالعدوى حتى لو كنت تشعر أنك بخير. فبعد مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا، ينبغي عليك أن تقوم بما يلي: اتصل بمقدم الرعاية الصحية في منطقتك لمعرفة أين ومتى يمكن إجراء الاختبار. إذا لم يكن الاختبار متاحاً، الزم المنزل وراقب نفسك لتحري ظهور الأعراض لمدة 14 يوماً. لا تذهب إلى الأماكن العامة، واطلب من شخص آخر أن يحضر لك احتياجاتك. ابتعد مسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين، حتى عن أفراد أسرتك. ارتدي كمامة طبية لحماية الآخرين، ونظف يديك بشكل متكرر. امكث في غرفة منفصلة عن سائر أفراد الأسرة، وحافظ على التهوية الجيدة في الغرفة. وأخيراً، التزم بجميع الإرشادات للحفاظ على صحتك وصحة عائلتك.